نعم قصيمي، نعم قصيمي. رافع الراس للعال داري بريد هدين تلجد والخال، ديرة رجال حاشت المجد والطيب على تسكيها المخيل همال دار النشامة. شوفوا يا اخوان ما شاء الله تبارك الله، نحن الان في احد متاحف في بريد يعتبر الدخول مجانا، والان باذن الله تعالى حنشرح عن المتحف، خلوكم معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يسعدك ما شاء الله تبارك الله، صاحب ومؤسس المتحف. يا هلا. الله يحييك. يا هلا والله. ما شاء الله تبارك الله، العمل جميل. يقول طال عمرك عقيل أهل العادات وأهل المناوي. يا سلام. وأهل الفعايل والوفاء والجمايل، أقل ما ينقل عنهم مطانيخ وأهل السلوم وبالصحاري دلايل. صح لسانك. تحفظ مواقيف رجال التواريخ ويخلد الأمجاد قوة الفعايل الله يرحمهم. آمين. العجيلات من جميع قبائل نجد، لا تنتمي القبيلة ولا عائلة، هي مهنة تجارية العمل هم اللي يقومون فيه، يصدرون أفضل جنسين بالدنيا، الإبل والخيل، يصدرون الدول العربية. ما شاء الله تبارك. والمتحف الله. هذا يمثل هيئة الصادرات السعودية وزارة التجارة والاقتصاد. ما شاء الله تبارك الله. نعم. المتحف جمع بين التاريخ والتراث والثقافة والسياسة والعلم الشرعي والأدب والتاريخ والعلم الفلك والجغرافيا. عندهم معرفة كبيرة بالفلك وعندهم معرفة كبيرة بالجغرافيا والطرق. ما شاء الله تبارك الله. العقيلات ناقلين الثقافة، فيهم حس الثقافة، جالبين الثقافة، راحوا بشيم وقيم ورجعوا بثقافة من البلاد العربية صبغوا في نجد. ما شاء الله تبارك الله. المتحف من الخارج قلعة نجدية ومن الداخل محتوى أبطال نجد. يا سلام. طبعا بداية المتحف بطل الجزيرة العربية الملك عبد العزيز، له فضل عظيم توحيد الصف وجمع الكلمة، الله يغفر له ويرحمه، أسسنا هذا كيان عظيم وجمع كلمتنا ووحد صفنا، الله يرحمه ويسكنه فسح جنانه، وأبناؤه الملوك رحمهم الله تعالى ساروا على نهجه حتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه ولي عهده الأمين محمد بن سلمان، الله يخليهم لنا ويعزهم وذرى لنا. آمين. طبعا هذا طريق العقيلات، صورت الموارد ما شاء الله، هذا يعتبر الطريق القديم. ايه؟ جدا الموارد العقيلات اللي يردون على المويه، هذا ركن امير القصيم فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، هذه بريده القديمه، هذه قديمه. ايه هذه له 130 سنه الصوره، شوف الكثافه الطينيه والعمرانيه والجذب السكاني ببريده. في عام كم هذه تقريبا نقدر نقول؟ بالعشرينات. ما شاء الله. نعم. تبارك الرحمن. 1320. هذه خريطة الطريق. جميل. شوف الطرق، أنا أسمي بريدة أو الجردة المطار الدولي البري بعد مكة والمدينة. الأعداد اللي تدخل بريدة وتطلع منه أو القصيم مثل مكة والمدينة، بعد مكة والمدينة. بسبب أتوقع بسبب جغرافية التجارة. المكان، جغرافية التجارة. المكان ملتقى طرق. جميل. والتجارة ما عندنا موارد، اتخذ التجارة مهنة لهم. ما شاء الله. في طريق يروح للكويت والبصر والأهواز والزبير، وطريق يروح لبغداد والموصل إلى أنقرب تركيا، وطريق يروح للأردن وبلاد الشام، وطريق غرب حايل إلى مصر. ويعتبر هي في منتصف المملكة ما شاء الله تبارك الله، يعني منطقة استراتيجية. نعم. اللي يجون بالزمن الماضي قبل الإسلام من مكة بيروحون للبصرة أو بصرة الشام، يروحون يمرون بالقصيم، واللي يجون من الأحساء قبل الإسلام يروحون تيم وتبوك والبتراء وفلسطين، يمرون من هنا. ما شاء الله تبارك الله، يعتبر من المتاحف القديمة جدا. هذا المتحف زي ما أنكم شايفين له 17 سنة. الأستاذ عبد اللطيف ما شاء الله تبارك الله هو اللي يدير المتحف ده تماما، والدخول مجاني، مدار الأسبوع زي ما قال الرجال ما شاء الله، من الساعة 8 حتى صلاة الظهر، ومن بعد صلاة العصر حتى المساء. ما شاء الله تبارك الله، متحف على مستوى ثاني، ولو شهادة فخرية من الأمير سلطان بن سلمان إنه هو أفضل متحف خاص في المملكة. شوف هذه ما شاء الله، شوف هذه ما شاء الله، هذه الشهادة لهذا المتحف من الأمير
ما شاء الله تبارك الله يعتبر من المتاحف التراثية والقديمة والجميلة جدا صراحة. رتبنا المتحف بالحروف الأبجدية من الألف إلى الياء. من الألف للياء. إيه نعم. هنا مقصورة العقيلي الشيخ سليمان بن صح مطوع الله يغفر له يرحمه. الله يرحمه. هذا نموذج الزي. حلو. كيف تشوف لبس العقيلات؟ الجاكيت اللي انت لابس هذا يلبسونه العقيلات قبل 150 سنة. ما شاء الله. بالشكل هذا شوف. جميل جميل. نعم. ما يلبس بنجد الا عقيل بحكم احتكاكهم بثقافتها الاخرى واكتسبوا جابوا نموذج وثقافة اللبس والملبوسات من الدول العربية. الزي اللي انا لابسه واللي استغربت منه يعتبر من الازياء القديمة في قبيلة العقيلي. زي ما انكم شايفين الشيخ محمد بن ابراهيم كان على نفس الزي تقريبا في عام 1000 ولد في عام 1290 وتوفي في عام 1376 الله يرحمه. شوفوا الزي كيف يا شباب، هذه احد الصور، ابى اتكلم عن احد الصور، ما بالك ما شاء الله تبارك الله المتحف مليان صور وتاريخ لكل صورة، لكل صورة تاريخ. كل قدام أسرة باترينة فيها بعض المقتنيات اللي كان يستخدمها في حلو وترحاله قديما. اللوحات الجدرانية هذه فيها معلومات عامة عن العقيلات، مثلا الملك عبد العزيز يطلب من العقيلات 500 جمل يبيح عام 1344، طلب من العقيلات العدد الكبير هذا بشدة بخروجه بعدة بعدادة. هذا ركن السفراء، أول سفر للدولة السعودية من العقيلات. هذا الملك عبد العزيز يطلب منهم أنهم يصيرون السفراء يمثلونه بالدول العربية. هنا حطينا أبيات حكمة لجانا شاعر حارش لنا بيتين. يا سلام. إيه نعم. يا سلام. أعطينا بيت. هذا طال عمرك بعض الناس يقولك فلان ما أبو شر، صح ولا لا؟ إيه؟ لا نقول ليت أبو شر، اللي ما أبو شر ما أبو خير. حلو. يقول أحبنا الطيب ولو هو من القوم ولا الردي لو هو قريب النعافه لصار كمخت الردي مش تبيبه، أبي واحد النواس تلعمر. أي والله صح. هذا لوحة المطار الدولي البري تجمع العقيلات قبل انطلاق الرحلة، هذه صورة عام 1330 هجري قبل 115 سنة. ما شاء الله تبارك الله. نعم. وماشيين حنا كذا طال عمرك في كتب نادرة جالبين العقيلات من العراق والشام، شرح صحيح البخاري ومسلم ودليل الطالب تفسير ابن كثير وكتب من الكتب القديمة جدا والنادرة. في شيء له 200 سنة عندنا. ما شاء الله. نعم. تبارك الرحمن. وعلى هالمنوال المتحف هذه البنادق اللي بنشوفها ما شاء الله داخل المتحف يعتبر بنادق. ايه ذي البندق ذي طابة كل بلد عربي. ما شاء الله تبارك. اسمها ايش؟ اسمه برنو. برنو. نعم. وفيه مارتين وفيه بلجيك وفيه. هنا يقول هذا ملك الله ملكنا جل وعز وانا الفقير الى عز شانه ابراهيم بن عجلان العقيلي. ترى انا العجلان، اسرتي العجلان وعقيلي تاجر وطالب علم. عام 1260 هجري. ما شاء الله. وقفة العقيلات للراحة. يا سلام. بحكمة هذه تعطيك قلة الأمن بالزمن الماضي والأمن اليوم. من أول يذبح الواحد علشان ثوبه من قلة الأمن، ما في أمن. جاب الله الملك عبد العزيز وحد الصف وجمع الكلمة. هالنعيم اللي نعيش فيه اللهم لك الحمد بسبب بطل الجزيرة العربية الملك عبد العزيز الله يرحمه. اللهم لك الحمد. هالرجل ذا محتمي بالله ثم مجمله من غادر يغدره من حرام يبي يقتله ويأخذ اللي معه ويرى الصحراء اللي خلفه بعين خويه اللي من هنا. يا سلام. طبعا اذا ما شافه الجسم الغريب اللي جاي هاللي جالسين راس البعير عباره عن رادار، البعير يشم ويشوف ويحس ولا صار بمنطقه مين منطقته تصير درجه الاحساس عنده عاليه. جميل. لا حس بشيء لانه يشوف شيء ما يشوفه الانسان، لا شاف شيء من بعيد يشوش يبدا يلتفت يمين ويسار ويصعد النظر من هنا يعني اللي جالسين يحسون ان في جسم غريب جاي بسبب سلوك تغير سلوك البعير. جميل. نعم. يعني جلستهم هذه يعتبر هذا بيحمي ظهر. نعم. خوي وهذا بيحمي خوف الصحراء. خوف. جميل. صحراء خوف في الزمن الماضي. جميل. يا هلا والله. هذا المجلس المتحف يصير فيه ندوات احيانا وكذا.
أنا بشوف المتحف مليانة صور ما شاء الله تبارك. نعم. أتوقع هذول مشايخ. نعم ذولا من تجار العقالات اللي يتنقلون بين الدول العربية، يروحون بتجارة ويرجعون بتجارة. يا سلام. العقالات ما هي بهجرة، هي رحلة تجارية، يروحون برحلة ويرجعون. في 3500 صورة زي الصور هذه ما شاء الله تبارك، و 1500 وثيقة زي الوثائق هذه ما شاء الله تبارك. نعم. الرحمن. و1000 مقتنع. أول من استخدم الوثائق بالتنقل بالدول العربية العقالات على بعير. هذا الأول ناس. أول من استخدم الوثائق الرسمية تجار الإبل ما شاء الله. البعارين هي اللي استخدمت الجوازات. هنا طبعا أمي أول معلمة حديثة ما شاء الله تبارك الله. هذا ركن أمي الله يرحمه. الله يرحمه. فوزي صح المحسن، هذه شهادته من القنطرة، أمي مواليد الإسماعيلية بمصر ما شاء الله. نعم هذه شهادته متخرجة عام 1955، وهذا أول مدير تعليم بنات بالمملكة يرسل لأمي أن تصير أول ناظرة أبو بريدة ما شاء الله تبارك. وهذا النموذج رائدة التعليم النسائي الحديث أبو بريدة. حب المكان من الإيمان، التربة اللي انت عايشين فيها لازم يصير لك ولا وانت محبة هو لا. نعم حلو. الرسول صلى الله عليه وسلم احب البقاع الى الله وللرسول صلى الله عليه وسلم مكة. إيه؟ لكن وراه ابو جهل وابو لهب وهاجر الى المدينة. نعم منور. هجروه. لذلك هذا من بريده، امير بريده عام 1255، محمد العلي العرفج العنقر التميمي، يقول دارنا وبهندل الجارنا، جالها من جالها وحش وهين، هي شرفنا وصلنا وعزنا، مرجلة رجالنا لو ذمين، الأرض مثل لهم تحضنك وتربيك وتغذيك. بعض التجار يصير عنده أموال طائلة جدا واللي مطلعته أرضه وبلده، لذلك هالمال بلدك له نصيبة منه، لازم تحط فيه وتنفق فيه. بالفعل. بعض الناس ما تعرف لمرته، هذا فاضي يحط هالأموال وبلده، ما حط شيء ببلده وهي بلده اللي طلعته. شاعرنا حنا أبو بريدة وزارة الإعلام للملك عبد العزيز يقول هي أمنا وحلو مطعومة، ربتنا وغذتنا وحنا عيالها. يا هلا والله مرحبتين وشرفتونا بمتحف العقيلات، ونقول يا هلا والفين تراحيب ويا خالص العنبر مع الطيب، وإن شاء الله تزوروننا مرة ثانية وثالثة، إن شاء وأي الله. واحد يشوف هالمقطع نتشرف بزيارك الكريمة. المتحف يفتح من الساعة 8:30 الصباح يوميا مدار العام، ويسكر لأذان الظهر، ويفتح بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب ما شاء الله تبارك. والدخول مجاني، في ضيافة قهوة وتمر، واللي يزورنا راعي معروف علينا. الله يسعدكم. شهادات عديدة جدا للأستاذ عبد اللطيف صاحب المتحف والمؤسس، قاعد يقدم المتحف هذا التراثي والكبير جدا مجانا، يعني صراحة يستحق الزيارة. هذول هم أهل القصيم. يقول دارنا وبهندل الجارنا، جالها من جالها وحش وهين، هي شرفنا وصلنا وعزنا، مرجلة رجالنا لو ذمين، الأرض مثل لهم تحضنك وتربيك وتغذيك،